إذا كنا نريد أن نتحدث بموضوعية وواقعية، فإن أي جغرافيا أو أي سيارة أو أي بيت يقيم فيها شيعي مهما كان فهو مستهدف من الطائرات الإسرائيلية. حتى الإخوة النازحين الذين لجوا إلى مناطق آمنة عند الإخوة في الطوائف الأخرى أو في المناطق الأخرى التي لا يمكن أن تحسب وفق الواقع اللبناني على أنها مناطق شيعية فإنه يستهدفها. الأمر الثاني أن العدو فشل في مسألة التوغل البري، بحيث أنه بعد 34 يوما لم يستطع احتلال قرية أو التقدم أكثر من 3 كيلومترات دون الاستقرار فيها، لكنه يلجأ إلى تدمير القرى بكاملها مع المساجد مع كل المراكز الثقافية والدينية، حتى أنه عمد بشكل غير إنساني وغير حضاري إلى تجريف مقابر القرى لاقتلاع أي ذاكرة أو أي تاريخ أو محو الهوية الثقافية والدينية لهذه القرى، لإقامة شريط عازل بعمق 3 كيلومترات تحت عنوان غلاف المستوطنات الشمالية في حال انتهت الحرب وتم التوقيع على اتفاق أو تنفيذ القرار 1701. أن ما يقوم به الإخوة المقاومون الآن في لبنان يقاومون بطريقة استشهادية أسطورية إعجازية، بحيث أن حوالي أقل من 1000 أو 2000 مقاوم على جبهة طولها 100 كيلومتر يواجهون كما تفضلتم 50,000 جندي إسرائيلي، 5 فرق من أصل 8 فرق من الجيش الإسرائيلي، وأكثر من 100 طائرة أو 200 طائرة، مع القوات الدولية البحرية والبرية ومع بعض الحملات في لبنان.